بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بنتكلم تحت العنوان Choosing Font Choosing Story Size. أنا حاليا موجودين في الستوري فيو، هنتكلم كمان شوية عن إيه هي الستوري فيو. جاست بس دبل كليك على السنس ده يا جماعة، هيفتح لي الإيديتور علشان أبتدي أغير أو أبتدي أحدد المقاس بتاع الستوري أو بتاع الملف بتاعي. جاست بروح على قائمة ديزاين ومن على الشمال خلاص بختار ستوري سايز. بمجرد ما أضغط عليها بيفتح لي الويزارد بتاع تشينج ستوري سايز، بيقول لي الحجم الافتراضي عندك بيكون عبارة عن 720 ويتس في 540 الأربعة تلاتة، طبعا الكلام ده بالبكسل 4:3 اسبيكت ريشيو. طبعا انا ممكن امنتج، ممكن اختار ما بين اختيارين 720 في 405 او 540 ومعايا كاستم لو انا كنت عايز اكتب بايدي. طيب خليني اغير ده واخليها مثلا يعني 800، ولو شلت اللوك يا جماعه اوتوماتيك هلاقيه غير لي الهاي بناء على قيم الويتس. تمام، يعني هو بيحاول يحافظ على الاسبيكت ريشيو، بيحافظ على النسبه اللي انا كنت محددها من شويه يعني. تمام، طيب لو كان بيقول لي انت عندك خيارين، لو كان الحجم الجديد ده لارج يعني اكبر من الحجم اللي انت كنت موجود عليه، وده طبيعي وصحيح، الحجم اللي فات كان عباره عن 720 انا دلوقتي بقول له 800، فالمفروض ان الحجم ده بيبتدي يغير لو كان الشريحه بتاعتي او لو كان البروجكت بتاعي فيه محتوى. طب بيقول لي طب انا هعمل لك ايه طيب في المحتوى بتاعك؟ عندك خيارين، اما ان هو يعمل له سكالت وفيت اور فيل باك جراوند. لو عملت له سكالت وفيت يا جماعه بيبتدي يعمل له سكالينج للمحتوى كله لغايه لما يتناسب مع مين؟ مع المقاس الجديد. او لو انت عملت له فيل الباك جراوند فهبتدي يعمل لك ستريتشنج ليه. طبعا لو انت مش ظبط الاسبيكت ريشيو بتاعك الاستريتش او الشده بتاعت ان هو يملى الخلفيه، هتخلي لك الصور بتاعتك تبكسل او المحتوى بتاعك ما يبقاش مناسب او تحصل فيه شويه مشاكل كده. طبعا بمجرد ما انت تنشط الفيل باك جراوند بيدي لك البوزيشن بتاع، طب انت عايز المحتوى بتاعك يبقى توب ليفت توب رايت، يعني انه يبقى فين من الخلفيه، يعني انا عامل ستريتشنج من فين بالظبط على حسب ما انت شغال. نفس الفكره بالظبط يا جماعه، لو انا كنت جليت يعني لو انا كنت قلت له 720 ورحت جللت بتحت بشويه، المساله بتتغير بقى سكالتو فيت. ها اظبط لك اعمل سكالينج بس لجوه لغايه لما المحتوى يتناسب مع المقاس الجديد، ولا اعمل لك كروب؟ كروب ده طبعا حضراتكم اكيد عارفينها من الفوتوشوب، يبتدي يقص في اشبكت معينه، يقص في حاجات معينه، فبالتالي هو بيحاول يعمل لك بريفيو. لو انا كان عندي في المحتوى بتاع الخليه بتاعي اي رسمه او صوره او كونتنت او اي حاجه من ورا كانت ظهرت كانت ظهرت هنا، فانت بتحاول تحدد عدد السلايدز، جاست بتقول ابلاي تو اول سلايد اور، وبعدين تبتدي تعمل اوكي فبينفذ لك القصه ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.